تلاحظون دولة كاملة، نظام من أعظم الأنظمة، هذا الشعب برمته مع الملك مع الرئيس مع الوزراء يستيقظون لعبادة الله قبل حلول الفجر بساعة. إذا واحد عنده منحلة في البيت يشاهد النحل قبل الفجر بساعة، تسمع النحل لهم دوي دوي بالتسبيح والتهليل والصلاة، تسبيح وصلاة عندهم. تتعجب النحل طير ولا مش طير؟ يعتبر من الطير النحل، صح ولا مو صحيح؟ الله يقول والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه.